سفيانة ذايب كيما الغزال ينبو خويتي قلت له مطروش دابا ولدي مطروش مطروش ياكلوا التراب ياكلوا الحجر مطروش هذا واش نقول لك هذا واش نقول لكم ولادي برك ولادي ولاد المؤمنين عندي صورتو الطفل هذا الصغير هذايا قلبه يعلم به ربي العالمين يحس بينا ماهوش ما يحس بينا بس على الغالب الغالب راح واش راح نديرو حكم ربي مرحبا لا 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 يا يما سامحيني رايح للغربة رايح للغربة ما على بالي لنولي حوس على هربها يوم ادعي ربي نوصل التمة نوصل التمة راني ضايع في بلادي عايش في الغمة راني فتحت عيني وانا في ظلمة وانا في ظلمة والحقرة في بلادي صبح وعشية مين أغلى من اللي تلاقى مع جماعة اكبوا في فلوكا والمواج خدعة شافوا راه دمعة عينه الحزينة يتفكر يا مات أمي بتول حنينة. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من مواطنون مع وقف التنفيذ. 120 شاب جزائري حسب الناطق الرسمي باسم عائلات المفقودين الجزائريين في تونس يقبعون في سجون تونسية، وسبب يقال إنه محاولة هجرة غير شرعية عبر سواحل البلاد. شباب تركوا أرض الوطن آملين الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وجدوا أنفسهم في المياه التونسية وبعدها مباشرة في السجون. قضية شغلت الرأي العام الجزائري والتونسي، نحاول مشاهدينا في حلقة اليوم تسليط الضوء على هذه القضية، عسى أن يجد أصحابها آذانا صاغية. أدعوكم مشاهدينا إلى متابعة هذا الفيديو للناطق الرسمي باسم عائلات المفقودين الجزائريين في تونس. اللي مقدر ب 120 مواطن جزائري مفقود في السجون التونسية انطلاقا من جانفي 2016 إلى حدود ماي 2017، من بينهم الإطار السامي والعقيد في الجيش البحري الجزائري علام نعيم. احنا اليوم السلطة التونسية بعد ما رسلناها لأكثر من مرة على رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل والداخلية والسفارة الجزائرية بتونس، لا أحد يرد على مراسلاتنا. اليوم بعد توفر دليل قاطع ودامغ وساطع يفيد بأنه أبنائنا متواجدين على قيد الحياة وفي تونس، وبعد محادثات وتسجيلات صوتية جديدة لبعض الأمنيين والسياسيين في تونس لأثبتوا هذا بالحجة والبرهان، واليوم اللي عنا كل الوثائق على هذا وكل الأدلة اللي تفيد بأنه أبنائنا في تونس، فنعلم الحكومة التونسية بالتحرك العاجل والفوري لحل ملابسة هذه القضية. احنا عنا كل الوثائق في هذا، وها هي القائمة اللي تم العثور عليها بأنها متواجدة رسميا في تونس، قائمة تم تدوينها بعد المكالمة الأخيرة مع أمني تونسي. إذا نطلب من الحكومة التونسية اللي كانت مقصرة في الموضوع لسنة ونصف وهي غير ملمة بالموضوع، فنطلب من الحكومة التونسية بأنها تمد يد المساعدة وتحل لغز القضية فورا. أيضا نشكر المجتمع المدني التونسي ونشكر الأساتذة والمدعمين والمسددين في ملف القضية.
كما أنه في 48 ساعة الفارطة كان هناك تحرك إعلامي كبير في الموضوع، واللي كان قاده الأخ الناشط المجتمع المدني التونسي من الدولة الشقيقة تونس. إذن فنطلب من الحكومة التونسية التحرك الفوري والعاجل وعدم مس بعلاقة الشعبين. إحنا اليوم نشكر الشعب التونسي اللي كان مد يد المساعدة وما زال يمد يد المساعدة في الموضوع. أنا اليوم بتاريخ 1 نوفمبر 2017 من تونس، نقول بأنه عندي ثقة كبيرة في القضاء التونسي اللي راح ينصفنا في خلال الأيام القادمة، اللي راح نطلعوا له كل الأدلة اللي تثبت بأنه أبناء الجزائر حيين في تونس في سجون تونسية، واللي راح نثبتوا له من هم المتورطون سواء أمنيين أو سياسيين. ولدينا ثقة كبيرة في القضاء التونسي، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق القضاء التونسي في فض لغز القضية، كما أنه راح نوضح للقضاء بأن أبنائنا مجرد حراقة، ليس إلا مجرد حراقة كانوا باش يشقوا الضفة الأخرى لضمان مستقبل أحسن لا أكثر ولا أقل. إذا مشاهدينا نناقش هذه القضية مع مجموعة من الضيوف الذين أسعد باستضافتهم عبر سكايب، الأستاذ حسني بن يوسف الناطق الرسمي باسم عائلات المفقودين الجزائريين، كما أرحب بهشام الماجري رئيس الهيئة التأسيسية لحركة الثورة الشعبية من تونس، والأستاذة سعيدة بوغزالة ناشطة في المجتمع المدني، والترحيب أيضا للأستاذة ريم حمدي ناشطة حقوقية ورئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان بتونس. مشاهدين أسعد باستضافة كل هؤلاء عبر خدمة سكايب. بداية أبدأ بالأستاذ حسني بن يوسف الناطق الرسمي باسم عائلة المفقودين الجزائريين الذي كنا قد شاهدنا الفيديو بعد قليل. أستاذ حسني مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وكل مشاهدينا الكرام في سمي. أستاذ حسني، ما الجديد في القضية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نشكركم على حسن الاستضافة اليوم في برنامج مواطن اللي بث على قناة المغربية. الجديد في ملف المواطنين الجزائريين اليوم اللي كنا قد أحذفنا أو حذفنا كلمة مفقودين وهم مسجونين في السجون التونسية، ملف من 2016 وهم ما يقارب 7 مجموعات وبالتحديد 120 شخص مواطن جزائري متواجد في سجون تونسية منذ جانفي 2016 ونهاية بماي 2017. كان هذه الفئة الشبانية كانت قد امتطت قوارب الأمل، وربما الدولة قد تصنفها قوارب الموت ونحن قد نصنفها كقوارب الأمل للذهاب إلى الضفة الأخرى من أجل الظفر بعمل ومستقبل واعد، إلى أن المشيئة والأقدار كانت قد خرجت بهم إلى المياه التونسية، ومن ذلك التاريخ لا أثر لأبنائنا بعد ذلك التاريخ. نحن يعني بعملية أستاذ حسني، يعني عندما دخلوا المياه التونسية تم اعتقالهم وزج بهم في السجون، هذا ما سمعنا من الفيديو الذي كنت قد سجلته. بالفعل أختي سمية، هذا ما تم الاعتقال مباشرة وزج بهم في السجون وعدم إعلامنا أو إعلام ذويهم بهذا، ونحن بعد تكليفي بهذه المهمة الثقيلة من طرف عائلات المفقودين انطلقت مباشرة في عملية البحث والتقصي، والحمد لله هذا بمعية ومساندة الأشقاء والأخوة في المجتمع المدني التونسي والمساندين لهذه القضية، والذي أفضت عملية البحث والتقصي بأن أبنائنا مجموعة جانفي 2016 المتكونة من 14 شخص، ومجموعة فيفري المتكونة من 8 أشخاص، ومجموعة أكتوبر المتكونة من 19 شخص، ومجموعة ماي 2016 المتكونة من 3 أشخاص جزائريين و14 إفريقي، ونهاية بمجموعة ديسمبر 14 شخص، ثم ماي 2017 ب 12 شخص وفتاة، والذي بعد انتهائي من عملية البحث والتقصي أفضت العملية إلى أن أبنائنا أحياء وليس أموات كما قيل، وهم متواجدين خلف قضبان السجون التونسية. نعم أستاذ حسني، كنتم قد قدمتم وتقدمتم بمراسلات للسلطات التونسية عبر رئاسة الحكومة الجزائرية وعبر وزارة العدل ووزارة الداخلية والسفارة الجزائرية في تونس، يعني لم تجدوا أي جواب من السلطات التونسية؟ أختي سمية، أنا قمت بمراسلة كل السلطات العليا على مستوى الدولة الشقيقة تونس انطلاقا من رئاسة الحكومة إلى وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، وانتهاء بالسفارة الجزائرية بتونس وهي الهيئة أو السلطة
الذي تتبع وتحمي مصالح المواطنين الجزائريين في تونس، ولكن للأسف كل هذه المراسلات ليس هنالك رد على مراسلاتنا، وليس بمعنى أوضح أختي كمية ليس هنالك مبرر يقول بأنه أبنائنا في تونس، ولكن على أي شيء أو أي فعل اقترفوه مواطنين جزائريين هذم شبان أعمارهم تتراوح من بين 19 إلى 30 سنة غير مسبوقين قضائيا في الجزائر، وهم أبرياء ليست فقط كان طلبهم وحيد وهم الذهاب إلى الضفة الأخرى من أجل ظفر بمستقبل واعد لا أكثر ولا أقل. نعم، ابقى معنا إذا سمحت الأستاذ حسني بن يوسف. ينضم إلي الآن الأستاذ هشام الماجري رئيس الهيئة التأسيسية لحركة الثورة الشعبية من تونس، أيضا هو ينضم إلي عبر خدمة سكايب. أستاذ هشام الماجري، يعني هؤلاء شباب فضلوا الهجرة عبر قوارب الموت، وجدوا أنفسهم في المياه التونسية. السلطات التونسية تقول يعني لا تريد أن تعطي أي مستجدات حول هذه القضية. لماذا الصمت، هذا الصمت الرهيب من السلطات التونسية؟ يعني الأستاذ حسني بن يوسف كان قد قدم مراسلات من طرف يعني اتصل بالسلطات الجزائرية، إن كانت رئاسة الحكومة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وحتى السفارة الجزائرية. يعني لماذا هذا الصمت من السلطات التونسية؟ السلام عليكم، ومشكورين على الاتصال والاهتمام بالموضوع هذا لأنه موضوع حساس جدا، يعني يتجاوز حتى يعني مستوى العلاقات ما بين زوج بلدان، لأنه يعني في وضع إقليمي متوتر جدا يعني، وممكن يعني من الممكن، وأن الورقة هذه تعتبر ورقة حساسة جدا يعني، خاصة في علاقة البلدين وبعض الاتفاقات يعني المبرمة فيما يخص يعني تسجيل يعني تسليم المساجين أو الإعلام عن تواجدهم. احنا يعني كمجتمع مدني نحمل المسؤوليه لكلا الطرفين بعد ما اتضح حتى انه العائلات يعني نتاع المفقودين والمكلف يعني من طرف العائلات سي حسني اتصل حتى بالسفير الجزائري لغاية وكان لا شيء، يعني وكان يعني المواطنين اللي قاعدين يدوج عليهم هم من باكستان او من كوكب اخر. هذه حاجه. ثم حاجه اخرى مهمه جدا، الاتصال بالقنصل لما اتصلوا الأشقاء الجزائريين بالقنصل التونسي الموجود في الجزائر، يعني قنصل مثل دولة بالدولة سلطة الدولة يعني ما رد عليهم إلا بالاتصال يعني بالبوليس، ومن ثم بعدهم قدام القنصلية. اتصلنا احنا وقتها باش نخفوا التوتر شوية، واتصلنا بالإخوان والأشقاء الجزائريين. المشكلة احنا الدولة متاعنا يعني انه عندنا قوانين مضبوطة وثم اجراءات قانونيه كيفاش يتم الاعلام على السجين، يعني في ظرف 72 ساعه يتم اعلام السفاره نتاعو والتبليغ عليه. الاجراءات هذه الى حد الان اللي عندنا ما يثبت ان الاجراءات هذه ما قامتش بها السلطه. يقعد سؤال يعني محرج للسلطتين، ما هي الورقه التي تلعب، ما هي الورقه التي تلعب بها السلطه الجزائريه والسلطه التونسيه على حساب يعني شباب عربي، شباب يعني شقيق يعني جزائري لم يجد فرصة للعيش في الجزائر فاتجه نحو البحر ربما يجد الحظ ما وراء البحار، وهذه ظاهرة تعيشها الدول الكل. أستاذ هشام المجري، معذرة على المقاطعة، باعتبارك رئيس الهيئة التأسيسية لحركة الثورة الشعبية، بلغنا أن حركة الثورة الشعبية قد تبنت قضية هؤلاء، يعني في أي ظروف كان هذا التبني ولماذا؟ أول حاجة يعني حركة الثورة الشعبية هي حركة يعني اجتماعية أساسية، يعني حركة اجتماعية حقوقية ثم حركة سياسية في آخر الأمر. اتصل بنا يعني شكون الخيار من التوانسة وأعلمنا يعني بتواجد يعني جزائريين يعني قاعدين يدوجوا يعني في رحلة بحث يعني وشقاء وعناء معناتها بين الإدارة التونسية والسفارات وبين يعني بعض المنظمات الحقوقية التابعة للسلطة التي لم تمد يد العون الحقيقيه لهؤلاء يعني المفقودين هنا في تونس او من يمثلهم. جاء يعني بعد الاستشاره يعني كان القرار انه نتبناه ونقفوا مع اخواننا الجزائريين، هذا لاجل يعني وان يعني نكرسوا الامتداد يعني البعد التاريخي يعني بين البلدين يعني من ايامات الاستعمار ومن ايامات يعني حركه التحرير الوطنيه. ما ننساوش الموقف نتاع الجزائريين خاصه بعد الضربات الارهابيه في تونس ودعم السياحه التونسيه. هذا ماهوش مزيه، ماهوش منا، هذا اقل واجب ممكن نعملوه. نعم. في حق الشعب الجزائري شقيق، لكن للاسف في سؤال يعني في سؤال خطير جدا يعني ممكن
السؤال أين دور السلطات الجزائرية والتونسية؟ نعم، يعني هناك تقصير من قبل السلطات الجزائرية والسلطات التونسية في آن واحد، يعني تقصير من قبل السلطتين إن صح التعبير. صديقتي، كما هو حال السلطات في العالم العربي كله، لا يعنيها شباب، كما هو حال السلطات في العالم العربي كله ما يعنيهاش الشباب هذا كله، لكن ثم حاجات مخطرة جدا، لأنه الملف لما يعني تنظر يعني إلى الوضع الإقليمي وحال الجزائر في عيون الذين فتتوا الشرق الأوسط، يعني ثم عيون يعني حاط عينها مش يعني لنقل الفوضى إلى منطقة الشرق الأوسط، إلى منطقة يعني المغرب العربي الكبير، وممكن ممكن ممكن احنا توقعنا حتى ممكن وانه يتم يعني ادماج هذا الملف يعني كورقه سياسيه يتم التلاعب بها بين السلطه التونسيه والسلطه الجزائريه لباش تتوفر حاله التوتر وحاله الفوضى اللي ممكن يتم عليها تدخل اي تدخل اجنبي حتى ولو كان سياسي او حقوقي. استاذ هشام المجري، اذا سمحت ابقى معي. ينضم الي الان السيد احمد ديار، ناشط في المجتمع المدني من مدينه عين البيضاء من الجزائر. مرحبا بك استاذ احمد ديار. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مشكور جدا على تلبيه الدعوه استاذ احمد. بدنا لو تعطينا مستجدات يعني الحراقة الذين كانوا قد مشوا من عين البيضاء في ظروف يعني غامضة. من سنة تقريبا كنتم قد تدخلتم معنا في يعني في حلقة ماضية، تحدثتم عن هؤلاء الحراقة. هل هناك مستجدات حول هذا الملف، حول هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة المغاربية على الاستضافة. يا اختي واش راح نقول لك، السلطه راهي مكسره بزاف، ما كان حتى خبر، ما كان حتى مستجدات. الخبر اللي نسمعوها قالوا في تونس، ها في ايطاليا، يعني حاجه رسميه ما كانش اختي. يعني ليس لديكم اي خبر رسمي هكذا يعني من انهم في تونس او انهم في ايطاليا او اي في او اي بلد اوروبي؟ خبر رسمي من السلطه التونسيه ولا الجزائريه لا يوجد خبر. أخبار متداولة يعني بين الشعبين. أستاذ أحمد ديار، هل في احتمال أنهم موجودون أو هم من بين 120 شاب جزائري الذين نتحدث عنهم في هذه القضية، هل في احتمال أنهم موجودون في السجون التونسية؟ أختي والله فيها احتمال كبير، كان واحد من الناشط حقوقي شفت فيديو نتاعو، يعني عنده تقدر تقولي عنده ادله يقول باللي راه في السجون التونسيه هاد الولاد هذا، والله اعلم. نعم، ابقى معي الأستاذ أحمد ديار إذا سمحت، ابقى معي. تنضم إلي الآن الأستاذة سعيدة بوغزالة، الناشطة في المجتمع المدني من تونس عبر خدمة سكايب. مرحبا بك أستاذة سعيدة. بيك أكثر أخت سمية، عسلامتكم الكل، سلامي لكل المغرب العربي. مرحبا. أهلا بك أستاذة سعيدة، كيف تبنيتم هذه القضية؟ أنت باعتبارك ناشطة في المجتمع المدني، ممكن أن تحدثينا أكثر عن ملابسات هذه القضية؟ والله تبنينا القضية كما قال الأخ هشام، معناها الملف عنده برشا مطروح، و فما شكون لدنا ملفات، قابلنا سي حسني، قابلنا بعض العائلات للمفقودين، واللي فما شهادات وفما فيديوهات وفما برشا حاجات تقول لي هما موجودين في السجون التونسيه. بين سجن رماده، عندك سجن جندوبه وبنزرت. دونك والعائلات يعني الامهات هي اللي محروقه مساكن. المساج اللي باش نعديه في على لسانهم هو قال لك اعطيونا اولادنا حتى ولو اموات تقراوا عليهم صلاه الجنازه. دونك عائلات وامهات تحرقت، اولادهم حرقوا وهما تحرقت. شيء فعلا يوجع القلب. نعم أستاذة سعيدة، كيف توصلتم إلى كل هذه المعلومات؟ يعني هم موجودين في مختلف السجون في تونس، يعني من أدلى إليكم بكل هذه المعلومات؟ عندنا حسني في باله، وحكى لكم قبل في بالي ولا أذكر، فما شكون اتصل بجماعة وعمل حتى محامي في تونس، منعش نجم نذكر ولا، هو بن صالحة معروف، الأستاذ بن صالحة عمل محامي، و أظن هو محامي بن علي رئيس
اي محامي ليلى جيم ليلى بن علي. دونك هو وفما شخص اخر مش لازم توا ذكر اسمه شخص اخر يعني بدون ذكر الاسماء استاذه سعيده بدون ذكر الاسماء يعني نريد فقط حيثيات القضيه نريد يعني هم اللي مشى في سنيه على اساس هاني لقيت لكم اولادكم فما اللي فيهم مساجين في بنزرت فما اللي في جندوبه وفما اللي في رماده وهو عندي حكم معناها وعندي كذا قعدوا مسكن حسني وجماعه الكل قعدوا تبع في الثنيه هذيك فينا الماء والحمد لله نقول الحمد لله وهو بشهادة يعني حسني وبعض العائلات من الأولاد المفقودين الطريق كانوا ماشيين في تغال بصراحة يعني وفما تحايل فما تلاعب بالملف الطريق هو اللي لقيناه اللي هو إن شاء الله يكون صحيح قضائيا يلزم تتعمل عريضة لوكيل الجمهورية في القائمة الإسمية بتاع الشباب هذوما وبقدرة ربي يعني ماشيين في سنين باهية والناس اللي تحايلت هذيك باش تتعاقب قضائيا ما فماش حساب معناها ما فيش كلام الناس اللي غلطتهم واللي وعدتهم واللي نهبتهم واللي سرقتهم هذوك اكيد يعني باش ياخذوا حسابهم ملف القضاء. نعم ابقي معي اذا سمحتي الاستاذة سعيدة بوغزالة ابقي معي اعود الى ضيفي الاستاذ احمد ديار. الاستاذ احمد ديار من خلال هذه الحلقة نريد تسليط الضوء على هذه القضية نريد ان نجد حلا لهؤلاء عسى ولعل ان نجد اذان صاغية لهذه القضية. ما هو النداء الذي تريد أن توصله للسلطات الجزائرية وللسلطات التونسية إن كان هؤلاء يعني موجودين في تونس الشقيقة؟ يا أختي وش نقول لك نطلب من السلطات الجزائرية والسلطات التونسية هما ثاني راهم عندهم أولادهم كما يخافوا عليهم لازم يخموا على أولادنا هذو ما تقول لهم راهم تحرقوا راهم يعني بهم إلا ربي يعني ندير النداء هذا للسلطات الجزائريه وخاصه التونسيه يدعوا شي يهديهم ربي يعني شي ياخذوا بعين الاعتبار القضيه تاع الاولاد هذو هذا ما نقول. نعم اشكرك جزيل الشكر الاستاذ احمد ديار الناشط في المجتمع المدني كنت معنا من مدينه عين البيضاء بالجزائر شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. الان تنضم الي الان الاستاذه ريم حمدي الناشطه الحقوقيه ورئيسه المرصد الدولي لحقوق الانسان من تونس عبر خدمه سكايب. مرحبا بك استاذه ريم. مرحبا بكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكركم على تلبيه الدعوه او ما كلمناكم على رديتوا اهتمام كبير بالموضوع لان موضوع حقوقي بامتياز انتهاك كبير وصارخ عند القضيه هذه وانا تفاجات بها لما كلمني الاستاذ هشام ونشكره بانه شاركني في الموضوع هذا استاذه مع الاستاذ. نعم استاذه ريم هذه القضيه حسب ما يبدو انها قضيه شباب حاولوا الهجره غير الشرعيه عبر الحدود الجزائريه الى تونس وجدوا انفسهم في المياه التونسيه ثم اخذوهم الى السجن. ما هي التهمه الموجهه اليهم باعتبارك استاذه وناشطه حقوقيه ومديره المرصد الدولي لحقوق الانسان؟ أولا سيدتي ليس هناك تهمة لأن لو كانت هناك تهمة لا نبنى محامين أو بإذن قضائي كما ينص عليه الدستور في الفصل 29 يقول لك لا يمكن الاحتفاظ بأي متهم إلا بإذن قضائي وله الحق أن ينوبه محامي. هذه لا في قضية ولا في أشخاص ولا في تهمة ولا شيء، هذا يعني اختفاء قسري من السلطات التونسية وبإذن أنا أظن أن السلطات الجزائرية لها علم بذلك لأن الأستاذ حسني ذهب للسفير وتكلم في الجزائر وحرك القضية هذه لكن لا مجيب. لكن لماذا هذا السكوت؟ لا اعتبارها تهمة. نعم لماذا هناك متهم ولا أيضا قضية أصلا. أستاذ ريم لماذا السلطات الجزائرية ساكتة وصامتة على هذه القضية؟ ما السر في ذلك؟ أستاذة أنا حقوقية ولست سياسية وهذا موضوع سياسي بالكامل لا أعرف التفاصيل. أنا عندي عدة ملفات اختفاء قسري انتهاك حقوقي صارخ لهؤلاء الشباب
لا ذنب لهم إلا أنهم هاجروا ككل شباب العالم العربي لدماجنا يعني للبحث عن حل أو مستقبل أفضل. لكن هنا نرجع نقولوا إني هناك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. زاد نزيد نقول لك الدستور التونسي في الفصل 30 يقول لك لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. بمعنى كيف تحفظ الكرامة؟ أولا له حق الزيارة، له حق العلاج، ثانيا له حق أن بمحامي، له حق تواجده، نعرف معناها العائلة متاعو تسمع به تزوره، نعرف شنو تهمته. هذا لا شيء، لا شيء، ما في شيء. هذه ناس اختفاء قسري، معناها فلذات أكبادهم تحرقت، العائلات تحرقت، شباب ما شاء الله، معناها شباب من معناها ما شاء الله عليهم. عليه معليش السبب أنا أجهله، قلت لك أنا لست سياسية في هذا الموضوع، لكن احنا لازمنا نخرجوا دوركم انتم كاعلاميين، ودورنا احنا كحقوقيين، ودور الاستاذ هشام والاخت سعيده انهم كسياسيين انهم يوصلوا للحقيقه هذه. اين اختفى هذا الشباب هذا؟ ونكونوا لهم محامين ونشوفوا قضيه. اصلا هي لا توجد تهمه اصلا. لو كانت هناك تهمه لا دفعنا عنها. أستاذ ريم حمدي إذا سمحتي ابقي معنا. ينضم إلي الآن الأستاذ أو السيد حكيم علام، هو شقيق المفقود الرائد نعيم علام. نعيم علام هو الإطار سامي وعقيد في الجيش البحري الجزائري. مرحبا بك أستاذ حكيم علام. مرحبا، الله يبارك فيك أختي، الله يبارك فيك. شكرا على تلبية الدعوة أستاذ حكيم. أستاذ حكيم، أنت شقيق السيد علام نعيم الإطار السامي والعقيد في الجيش البحري، هو أيضا كان في المياه التونسية وتم القبض عليه، وتم حسب معلوماتنا أنه يعني مسجون في سجون التونسية. ممكن أن تعطينا معلومات أكثر من خلال هذه الحصة عن ملابسات هذه القضية وهذه القضية إن كان هناك عندك معلومات؟ نعم، هو القضية تبدأ من يوم 28/6/2017، يوم اختفاء شقيقي نعيم علام. هو الصحراء أنه كان في المياه الإقليمية الجزائرية بالقرب من مدينة القالة على بعد 3 أميال ونصف بحري. لا نعرف سبب الاختفاء اللي اليوم هذاك يوم الأربعاء، لكن في اليوم الموالي جاءتنا أنباء من الشقيقة تونس، من مواطنين ومن مصادر رسمية في السلطة التونسية عن خبر تواجده الأكيد على التراب التونسي، وتوالت منذ ذاك الحين الأخبار تباعا أنه موجود على الأراضي التونسية. وبالتحديد خرج على شاطئ بركوكش، ينقل من طبرقة عن طريق البحرية التونسية إلى جندوبة، ثم ينقل على أثرها إلى سكنة العوينة أو القاعدة العسكرية بالعوينة. وأكدت مصادرنا الأخيرة في الأيام الأخيرة هذه خبر تواجده الرسمي والأكيد، وهو في حالة مرضية غير جيدة. أستاذ حكيم، كنتم قد قمتم باحتجاجات ومحاولة لإيصال هذا الخبر للسلطات الجزائرية، يعني هل وجدتم آذان صاغية من السلطات الجزائرية؟ هل ردت على هذه الاحتجاجات وأعطتكم أي معلومات عن يعني ملابسات القضية؟ والله العجيب في الأمر أنه في حد اللحظة لا يوجد رد رسمي في إطار رسمي. ردود محلية لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، لأنه قضية الإطار السامي هذه المفروض كانت تعالج في إطارها الرسمي. كان المفروض أنه يخرج بيان من الجيش الجزائري يؤكد أو ينفي سبب وخبر تواجده على الأراضي التونسية، لكن لم نفهم لحد الساعة كيفية التعامل والتواصل من طرف السلطات الرسمية مع هكذا موضوع. نعم،
في السابق كان يضيع يعني اي ممكن حتى حيوان حشاكم الا وكانت الردود الاعلاميه والرسميه تتوافى اتباعا. الا في هذه القضيه لم نفهم شيء. واضح. السلطات نعم. عن عمد او عن جهل لم نفهم شيء لحد الساعه. استاذ حكيم علام ابقى معي اذا سمحت، اعود الى ضيفي الاستاذ حسني بن يوسف الناطق الرسمي باسم عائلات المفقودين الجزائريين. استاذ حسني، انت تحدثت عن هذه القضيه، قضيه علام نعيم الاطار السامي في الجيش. ملابسات هذه القضية، ممكن أن تحدثنا أكثر عن هذه القضية، وهل هناك جديد في ملف نعيم؟ أختي سمية، دائما نشكر كل العائلات وبالتحديد أيضا عائلة علام نعيم الذي مدت الثقة في شخصي وكلفتني بالموضوع البحث عن شقيقهم علام نعيم. مباشرة بعد تلقي الملف من طرف شقيقه علام حكيم بعد 72 ساعة من اختفائه، كالعادة انطلقت في عملية البحث والتقصي. وهناك بعد عملية البحث والتقصي اتضح بأن الرائد علام نعيم كان في حالة صحية حرجة على مستوى المياه التونسية، تم اعتقاله من طرف الحرس البحري، ومن ثم تم اقتياده مباشرة من مدينة طبرقة إلى جندوبة، ومن ثم إلى القاعدة العسكرية العوينة. وهذا عليه نحن عندنا له دليل، وعندنا فيديوهات لإطارات أمنية وعسكرية تونسية كان صرحت بهذا. نحن يعني كل شيء بالدليل، وكملنا ووسعنا عملية البحث على كامل الإطارات الأمنية اللي كنا نبحث ونسق معها في هذا الموضوع في الدولة الشقيقة تونس، إلى أنه توصلنا إلى نفس المعلومة، إلى أنه الرائد علام نعيم على قيد الحياة ولكنه في حالة صحية حرجة سيئة. أستاذ حسني، هذا الرائد ليس مهاجر مثل بقية الشباب الذين فضلوا الهجرة عبر المياه وعبر البحر، يعني هو شخصية سامية في الدولة. لماذا، ما هي التهمة الموجهة إليه وملابسات يعني حكمه في السجون الجزائرية التونسية معنا؟ هنا يطرح السؤال أختي سمية، هذا إطار سامي وليس مهاجر غير شرعي. نعم. للمعاملة، ولكن المعاملة اللي قاعدين نشوفوا فيها الآن في الدولة التونسية الشقيقة ومن طرف السلطات الأمنية والمتعاملة بها مع هذا الملف، أنها تعامل ملف الرائد علام نعيم كملف الحراقة. ولكن نحن اليوم نتأسفون بأنه لا مجيب وليس هنالك أي تحرك من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية، يعني وزارة الدفاع الوطني، ولو بطاقة مواساة لعائلته منذ اختفائه إلى الآن ليس هنالك أي تحرك. أنا شخصيا كنت اتصلت بالسيد القنصل العام المساعد للقنصلية الجزائرية بتونس السيد جميل زوامي، وأعلمته بأن الملف أصبح أكبر من حجمه. هذا ليس فقط مهاجر، هذا إطار من إطارات الدولة الجزائرية المحترمة، وهذا ابن المؤسسة العسكرية الجزائرية منذ سنة 1982 إلى 2017. ولكن للأسف القنصل العام المساعد كانت إجابته هذا أمر لا يهمني. يعني إن القنصل العام مساعد يمثل الدولة الجزائرية المحترمة وهو من يشرف على الدبلوماسية يكون تصريحه كالآتي، يعني هنا فهنا هذا أمر غير مقبول وغير معقول. نعم. أستاذ حسني، هل عملية يعني توقيفه كانت اختفاء قصري أو كانت يعني تعسفي أو اختطاف؟ في أي خانة يمكن أن أضعها هذا الاختفاء؟ عملية إلقاء القبض على الرائد علام نعيم هي عملية اختفاء قصري، وعملية إلقاء القبض على الرائد علام نعيم قلنا هي اختفاء قصري، والاختفاء القصري جرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما الاختفاء القصري هو من طرف ثلاث جهات، من منظمة سياسية أو من دولة أو من جهة ثالثة مجهولة. نحن اليوم عملية الاختفاء القصري نواجهها من طرف دولة شقيقة وصديقة وهي تونس. ولكن الأمر المهم اللي لازم اليوم نذكره أختي سمية بأنه الدولة التونسية المحترمة، وأنا متأكد من هذا، بأن الدولة التونسية في كل عملية إلقاء القبض على أي مواطن جزائري سوى مهاجر غير شرعي أو رأى إطار سامي كالأخ نعيم إلا ويتم إعلام
السفارة الجزائرية مباشرة. يعني اليوم الطواطئ والتراخي من طرف الدبلوماسية الجزائرية في تونس. أنا كل الأدلة اللي عندي وكل ما يثبت بأنه أبنائنا رمحيين. أنا في كل مرة أتجه إلى سعادة السفير وأعلمه بهذا بأنه أبنائنا رمحيين، أولادنا رم في السجون، أولادنا ينادي ويطلبون. يعني ردود الفعل من السفارة الجزائرية في تونس، كيف يكون رد الفعل عندما تعطي معلومات بهذا الحجم إلى السفير الجزائري في تونس؟ يعني كيف يتلقى هذا الخبر؟ هل بالسهولة أنه يتلقى هذا الخبر أو ماذا؟ سعادة السفير، أولا باش نوضحوا للرأي العام ونوضحوا للشعب الجزائري الكريم وعائلات المسجونين وليس المفقودين كما قلنا منذ قليل، أبنائنا مسجونين ما همش مفقودين. سعادة السفير ولا مرة استقبلني سعادة السفير الجزائري السيد عبد القادر حجار، وفي كل مرة يزز بمستشاريه لاستقبالي، وهذا لأجل التملص من المسؤولية. هذا ما يفعله سعادة السفير الجزائري عبد القادر حجار، ومستشاريه يتعاملون مع الملف ببرودة تامة، وكأنه هذا 120 شخص ما همش أبنائنا، وكأنه علام نعيم الذي ناضل وكافح لأجل وطنه من سنة 1982 إلى حد الآن كأنه ليس ابن المؤسسة العسكرية وليس ابن الجزائر. هذا هو. أو ثانيا القنصل العام للجزائر في أحد الأوقات كان اتصل بالشرطة في القنصلية الجزائرية، كنت أنا مرفوق بكم هائل من الأدلة التي تثبت بأنه أشقائي وإخوتي وأبناء الجزائر الأبرياء بأنهم على قيد الحياة وفي تونس، وكنت استظهرت له بالأدلة في ذلك الوقت. عند استظهاري بالأدلة كان اتصل بالشرطة لاعتقالي. يعني هاو الرد بتاع الدبلوماسية، هاو الدبلوماسية كيفاش تتعامل مع أولادها. هنا نثبت ونعرف بأن الدبلوماسية تتملص من مسؤولياتها، بأن السفارة الجزائرية والقنصلية العامة للجزائر بتونس وبالكاف لهم كل الحقائق على أبنائنا. أنا اليوم نقول باش بدون إطالة أختي سمية بأن الأبناء على قيد الحياة، وأنا أتحمل مسؤولياتي الكاملة في هذا. ابقى معي إذا سمحت الأستاذ حسني بن يوسف، ابقى معي سأعود إليك، أعود إلى ضيفي الأستاذ حكيم علام. أستاذ حكيم علام، كنتم قد تبعتم القضية في تونس وكنتم موجودين في تونس أيضا، هل تم يعني استدعاؤكم من قبل السلطات الجزائرية في تونس، يعني السفارة الجزائرية، هل اتصلتم بها أو ماذا يا أستاذ علام؟ وحاولنا الاتصال بالقنصلية وبالسفارة وتم رفض مقابلتنا. هذا من جانب أما السلطات التونسية فلا رد. وضعنا طلب كشف الحقيقة عن المفقود أخي علام نعيم لدى وزارة العدل، ولكن لا رد لحد الساعة. نعم، يعني في رأيك ما هو النداء الذي تقدمه للسلطات الجزائرية، يعني الدبلوماسية الجزائرية في تونس وللسلطات التونسية الموجودة هناك، ما هي الرسالة؟ والله هي رسالة عائلة مكروبة، رسالة عائلة فقدت عزيز عليها. واش تنتظر السلطات انه نوجهوا لها؟ المفروض كانت هي اللي توجه لنا نداء تاع مواساة، نداء تاع مؤازرة. المفروض هذا اللي كنا ننتظروه من السلطات الجزائرية وكذا من السلطات التونسية، هذا المفروض اللي يكون، لأنه سلطة رسمية تتحمل مسؤوليتها أمام مواطنها، أمام اللي قدم تضحيات طيلة 23 سنة في سلك الجيش. المفروض ما هيش المطالب اللي تواجه من طرفنا. نعم، مطالبنا أنه السلطة، أنه الجيش، أنه يتحرك، أنه يقوم دوره كجيش، كحامل وطن، كحامل مواطن، كحامي عنصر من عناصره اللي قدموا التضحيات للجلاب. هذا مطلبنا، ما عندناش مطلب آخر. ما عندنا مطلب سياسي، ما عندنا مطلب اجتماعي، ما عندنا مفقود. رجعوا هنا. إذا كان سيناريو آخر أنت متعلموا به، تفضلوا يا سيدي قولوا لنا السيناريو هذا اللي راهو صرا واللي فقدنا على إثره المقدم نعيم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. طيب. الأستاذ حكيم علام شقيق المفقود الرائد نعيم علام، كنت معنا من الجزائر. الآن أعود إلى ضيفي الأستاذ هشام الماجري، رئيس الهيئة التأسيسية لحركة الثورة الشعبية.
أستاذ هشام، كما تفضلت واستمعت إلى مداخلة ضيفي الأستاذ حكيم علام والأستاذ حسني بن يوسف، هناك صمت رهيب من قبل الدبلوماسية الجزائرية. السفير الجزائري في تونس رفض استقبال هؤلاء، لماذا في رأيك هذا الصمت الرهيب من قبل السفارة الجزائرية في تونس؟ مشكورة جدا على إعادة السؤال، لأنه يعني سؤال دقيق يعني وجب الإجابة عنه، لأنه الأخت ريم يعني حملك حقوقية لم تعطيك من الإجابة. أنا سأجيبك وأجيب يعني الإعلام وأخبركم بسبق ممكن. يجب على السلطتين الكشف عن مضمون الاتفاقات اللي صارت مع الدولة الإيطالية وفرنسا فيما يخص الحد من الهجرة السرية إلى أراضيهم. وتم شرط الدولة الإيطالية على خاصة على تونس، وممكن تكون الجزائر موجودة في الاتفاقية بما أنه الأمر يعنيها. وتم شرط فتح الأسواق الإيطالية من المنتوجات التونسية بالأسوان والأثمان التي تحددها تونس وتحددها الجزائر مقابل عدم الإعلام والتعتيم على مصير الحراقة في البلدين الشقيقين. انت لو كان تابعوا احنا علاش يعني جدال خلينا الملف، لانه صارت حاله توتر كبيره ياسر، لانه صارت لنا حادثه نتاع غرق اكثر من 50 شاب تونسي منذ شهر في تونس، لم تستعرف الى حد الان الدوله بمسؤوليتها يعني في الغرق نتاعهم، فهمت؟ بل وبالعكس يعني ثم شكوك تحوم حول قتلهم من قبل السلطات التونسيه والتخلص منهم في وسط البحر. هذه حاجه يعني يجب أن تتحمل السلطات الجزائرية والتونسية وتكشف للرأي العام وتكشف للمواطنين مضمون الاتفاقيات الأخيرة اللي صارت يعني منذ شهرين أو أقل من شهرين بين الخارجية والدبلوماسية التونسية والجزائر وإيطاليا، خاصة إيطاليا. في حاجة أخرى لو كان تسمح سيدتي، بالنسبة للسفراء، بالنسبة للقنصل التونسي الموجود في الجزائر وبالنسبة للسفير يعني الجزائري الموجود في تونس، هم قناصلة وسفراء متاع سلطة لا يمثلون للشعب تونس للشعب الجزائري. وكادوا احنا دخلنا الملف باش ما تصيرش حال توتر ما بين الشعوب اصلا، طبعا لانه التملص من المسؤوليات. لانه احنا نحطوا فرضا لو كان جاء المفقود يا صديقتي، لو كان جاء المفقود لاعب كرة قدم او احد مغني لهشتك بشتك في الدولتين لانقلبت الدنيا رأسا على عقب. لكن المواطن الزوالي المسكين والمفقر والمهمش والشباب الذي لم يجد فرصة في بلده بعد نهب ثوراته واستغلال يعني الرأس المال القذر لثرواتهم واستعبادهم، اتجهوا نحو البحر واختاروا الموت على أن يبقوا في بلدان السلطة متاعها لا علاقة لها بمن مات أو من فقد. يعني أستاذ هشام المجري، ما هي الرسالة لتوجهها للسلطات التونسية للسلطات الجزائرية؟ يعني حابين نعرف، يعني العائلات الجزائرية تريد أن تعرف مصير هؤلاء. أنتم باعتباركم تبنيتم القضية، ما هي الرسالة الموجهة من خلال هذه الحلقة؟ أول حاجة يعني كلام نتوجه به وبالأساس إلى عائلات المفقودين الجزائريين، نحب نقول لهم راهو يجب الفصل ما بين موقف السلطة وموقف الشعب التونسي اللي قاعد متعاطف جدا وقاعد يواكب، خاصة وأن القضية بدأت تطلع كقضية رأي عام في تونس وبدأ الإعلام يتطرق لها وبدأوا يهتموا بها. لكن زاد في معلومة أخرى صديقي مهمة جدا بالنسبة للإعلام التونسي اللي عنده توصيات على التعتيم على هذه القضية. ابقى معي الأستاذ هشام المجري إذا سمحت. أعود إلى ضيفتي الأستاذة ريم حمدي الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان. أستاذة ريم، ما هي الرسالة التي توجهينها من خلال هذا البرنامج للسلطات التونسية لسلطات الشعبين الجزائري والتونسي؟ أستاذة ريم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة ريم، يعني نريد أن نصل إلى حل إن شاء الله من خلال هذه الحصة، نريد أن نسمع الرأي العام الجزائري والتونسي، حتى السلطات الجزائرية والتونسية يعني أن تعطينا أخبار عن هؤلاء وتعترف أنهم موجودين فعلا في السجون التونسية. ما هي الرسالة في الأخير التي تريدين أن توصليها للسلطات البلدين إن صح التعبير؟ أولا حقوق الإنسان اللي هي مفقودة في العالم العربي،
تونس والجزائر وعدد بلدان أخرى ممضية على اتفاقيات، وهناك مجلس حقوق الإنسان هم ينوبون فيه، ولهذا هذه الانتهاكات هي تدمر ما كل ما من يحاول أن يبني هذه الدول الناشئة أو في طريقها الديمقراطية. كنلقاو الانتهاكات هذه ما عادش نجموا نقدموا. الشباب هذا مش هو ذنبهم، على الأقل إعلام، إعلام السلطان، إعلام الأهل، إعلام الأولياء أنهم موجودين، ينوبون المحامين يحاولوا يخرجوهم، يحاولوا أنهم يعطونا الأمل حتى أنهم موجودين، يعطونا خبر واحد أن السلطات التونسية تحتفظ بهم في السجون التونسية، وبعدها لكل حادث حديث. نقول للجزائر، السلطات الجزائرية أو السلطات التونسية، لماذا المواطن العربي ليس له قيمة في بلده أو في البلدان المجاورة؟ شنو هو الفرق بين تونس والجزائر؟ نفس المياه ونفس الأقاليم، نفس التوجه، هم يعني يمارسون حقهم في السفر، أعطيه جواز السفر نتاعو، أتركه خليه يشوف حظه، إذا هم ملقاش حظه عندك، حق من حقوق أنك ما تمنعوش من التنقل، الاتفاقيات الدولية والمعاهدات كلها تلزم البلدين بتطبيقها، لا تبقى حبرا على ورق. انظروا لهؤلاء الأمهات، الأمهات اللي في الجزائر تعبوا كل يوم يمشوا الحدود بين تونس والجزائر، وكلموا البوليسية اللي على الحدود تقول لهم شوفوا لنا حل. الأستاذ حسني هو في تونس كل يوم يمشي يبحث، متأكد أنهم هم مش متهمين، ما عندناش أصلا، ما عند السلطات التونسية ما خبرتش عليهم شو يقولوا متهمين ومش متهمين. خبرونا، أعطونا خبر وبعديك خليهم يتعاقبوا، عديهم على القضاء. شكرا، اشكرك جزيل الشكر الاستاذه ريم حمدي الناشطه الحقوقيه ورئيسه المرصد الدولي لحقوق الانسان، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك. اعود الى ضيفي الاستاذ حسني بن يوسف الناطق الرسمي باسم عائلات المفقودين الجزائريين. استاذ حسني، الاستاذه ريم كانت قد تحدثت وقالت في الختام ان تساؤل لماذا المواطن العربي ليس له قيمه في بلده وليس له قيمه في البلد المجاور باعتبارنا اشقاء. استاذ حسني، ما تعليقك؟ ولن الرسول عليه الصلاه والسلام كان اوسع على الجار، واليوم نتأسف إلى ما يفعلونه السلطتين لتوتير العلاقات بين الشعبين، ولكن نحن لا نترك الفرصة للسلطتين لتوتير العلاقة بين الشعبين. نعم. في هذا المشهد أولا. ثانيا، اليوم أنا شخصيا كناطق رسمي باسم عائلات المسجونين في تونس، تحية شكر وإجلال لكل مساندين من الشعب الشقيق التونسي ونيابة عن الشعب الجزائري، وإلى أخ هشام الماجري وسعيد أبو غزالة ورئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان ريما حمدي الذين تكفلوا بمتابعة الملف إلى النهاية. لكن اليوم اللي حبيت نعلم به الدولة الجزائرية بأن المادة 24 من الدستور الجزائري الذي تنص أن الدولة الجزائرية مسؤولة على حماية مصالح مواطنيها داخل وخارج التراب الوطني، رقم ما طبقتهاش، لا أساس لها، حبر على ورق فقط. اليوم الدولة الجزائرية أحملها كل المسؤوليات، هي المتهم الرئيسي في هذا الملف، لأنه أنا اليوم أعيدها بأني أتحمل كل مسؤولياتي، بأنه كل عمليات البحث سنة ونصف وأنا أبحث وأتقصى، والحمد لله أنه أبنائنا اليوم حيين، هذه الأولى حيين، ومشينا للسجون وتنقلت سجون جمهورية تونسية كاملة ولقيت أبنائنا وحيين وطلبين يد المساعدة، ولكن الدبلوماسية الجزائرية متوقفة. نعم. وكأنها ليس لهم الجنسية الجزائرية، ذلك الشباب الأبرياء الذي كان هدفهم الوحيد هو الذهاب إلى الضفة الأخرى وظفر بالمستقبل الواعد. أين أنت يا سيد الوزير الأول السابق عبد الملك سلال عندما أتيت يوم 1 مايو إلى باتنا وأعلمت الشعب الجزائري وقلت له قبل 4 مايو قبل التشريعيات أولادكم يكونوا في دياركم؟ واضح. اليوم اليوم عرفنا بأن الدولة الجزائرية كانت تستعمل في ملف المفقودين كورقة انتخابية رابحة. أشكرك جزيل الشكر.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسني بن يوسف الناطق الرسمي باسم عائلة المفقودين أو المسجونين إن صح التعبير الجزائريين. أشكر الأستاذ هشام المجري رئيس الهيئة التأسيسية لحركة الثورة الشعبية من تونس. أشكر السيدة سعيدة بوغزالة ناشطة في المجتمع المدني. كما أشكر الأستاذ ريم حمدي ناشطة حقوقية ورئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان. والشكر أيضا موصول للأستاذ أو السيد أحمد ديار كان معنا من عين البيضة ناشط في المجتمع المدني. وأشكر شقيق المفقود الرائد نعيم علام السيد حكيم علام. أشكركم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. أترككم في رعاية الله وحفظه وأدعوكم إلى متابعة هذه الاستغاثة في الأخير. العائلات راهي في حالة يعلم بها كان ربي. الأولاد هذوما راهم حرقوا للطليان قبل شهر رمضان الكريم بربع 20 ساعة. راهي العائلات هذه عدت رمضان تبكي. العائلات هذه عقبت عيد الفطر المبارك تبكي. وإحنا نتمناو من الدولة التونسية ما تخليش العائلات تعقب العيد الكبير تبكي. نتمناو من الدولة التونسية بأنها تفرج عليهم في أقرب الأجل. لأن العائلات رغم عايشين في حالة هستيرية ونفسية كبيرة. وأنا منهم ونجري معاهم وواقف معاهم في ذا نطلب من السلطة التونسية. راني نحكي معاك يا فخامة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. احنا رانا جيران والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على الجار. راني نحكي معاك يا سعادة سفير الدولة الجزائرية عبد القادر حجار. راك بينا احنا وبالدولة الجزائرية وبمليون ونصف مليون شهيد انت راك سفيرنا هنا. ولادك راهم في السجون يعانيو. ولادك راهم يناديوك ويقولوا لك ارواح خرجنا. احنا الدوله التونسيه نطلب منك ان تفرج على ابناء الجزائر في اقرب الاجال. وعلى بالي بكل من راح يتابع الفيديو هذا راح يتحرك معنا. راني نحكي معك يا سيد رئيس الجمهوريه المجري قايد السبسي. راك استاذ قانون. راك كنت محامي قبل ما تكون رئيس دوله. راك تعرف القانون. ادخال في القانون وادخل الدولة بطريقة غير قانونية حسبهم من حقك انك تحسبهم طبق عليهم القانون. بصح اعلمنا احنا اعلم العائلات نتاعهم وطبق عليهم القانون وطبق عليهم العقوبة اللي يستاهلوا بها يديوها. احنا على بالنا ما كاين حتى واحد يدخل لدولة اخرى بدون وثيقة جواز سفر. احنا نعلم بصح طبق عليهم القانون طبق عليهم القانون واعلم العائلات. احنا العائلات اليوم راهي في الجزائر تستنى في خبر فرح تسلنا في خبر من الدولة التونسية تؤكد فيه باللي ولاد حيين. احنا اليوم راه الطلب تاعنا راه ماهوش طلب كبير، طلب باللي راه ولادكم حيين. هذا طلب ماهوش طلب يعني قلنا لكم عطينا ولادنا نروحوا بهم حاليا. احنا يقولون راهم حيين وعلى بالنا باللي هناك اجراءات دبلوماسية وعلى بالنا باللي هناك اجراءات قضائية. لكن هذا الشباب راهم 19 سنة، راهم 20 سنة، راهم 21 سنة، لا علاقة لهم بأي قضايا أخرى. الجزائر تم يصرى له اشكال يلقى المساعده من عند الشعب قبل ما يلحق للسلطه. احنا نساعد الشعب التونسي في الجزائر قبل ما يعيط القنصليه التونسيه في الجزائر ولا قبل ما يعيط السفاره. احنا رانا شعوب، احنا رانا خاوه، احنا رانا اشقاء، احنا رانا الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الجار. شوف بعين الاعتبار يا الاستاذ الباجي قايد السبسي ونعاودها لك بلي راك رجل قانون قبل ما تكون رجل دوله.